الخدمه اللي كندير يعني واحد البروجي صغير انا اللي فكرت فيه باش نبقى قريبه لولادي. يعني كنطيب في الدار وكنخرج كنبيع للناس هنا حدا البحر، الناس اللي خدامين هنا حدا البحر، داكشي كنحاول نقرب ليهم الماكله. جاتني الفكره، كنت كنبيع ونشري انا اصلا هنا حدا البحر، ولكن غير في شي حاجه بحال العصير وهذا. ملي شفت لقيت الناس بزاف هنا كيوصل وقت الغداء وسط هذا ما كيلقاو ما ياكلوا، وجاتني الفكرة علاش ما نوليش نطيب في الدار ونبقى خدامة معاهم ديما، يعني صيف وشتا وكلشي. بطبيعة الحال كتلقى صعوبات، بزاف ديال الصعوبات كتواجهك، مثلا الا كانت شي حملة ولا شي حاجة، مرة كتجي الحملة ديال المقاطعة ولا هذا كيحيدوا كلشي. كتلقى صعوبات الا كانت شتا، مثلا ما تلقاش كيفاش فين نتخبى، فين يعني كنوقف على العمل، يعني هذا هو المصدر العيش ديالي انا. الا كانت الشتا كثيره ولا كان هذا ما كنبقاش ما كنخدمش، هذه صعوبات كتواجهني في هذه البلاصه هذه. وما غاديش نقدر نحدد لك كل نهار ورزقه، كاين نهار اللي كتبيع فيه كل شيء وكيخصك ما تبيع، وكاين نهار اللي ما كتبيع والو، غير حيتاش انا ما كنبيعش مع الناس الكاملين، يعني مع الباساجي ومع كنبيع غير مع الناس اللي كيعرفوني هما اللي كيجوا عندي. انت شفتي البلاصه فين كاينه انا، يعني مخبيه على الشارع على كل شيء، كيجيو عندي غير كليان اللي كيعرفوني كيجيو ياكلوا كيمشيو، يعني داك الشيء محدود ماشي كثير. والحمد لله ربي راه كيوافقني، ربي كيوفقني باش كان نجيري ما بين داري وما بين الزنقه. كنحاول ما نغيبش على داري بزاف، هذا هو علاش قلت لك انا درت هذا المشروع الصغير، يعني اللي كنخدم كنخرج للزنقه واحد جوج سوايع ولا ثلاثه، وكنحاول نرجع نطلع على ولادي ونراقبهم ونرجع ثاني نخدم، حيت كنجي في الغداء وكنجي في العشيه عاوتاني. الرساله اللي كنبغي نوجه للمراه ولا للراجل ولا حتى الشباب، يعني اللي يقدر يدير شي حاجه ما يبقاش معول على الدولة يعني هي اللي تشغلو، ولا حيت قرا وما كملش، يعني واحد يحاول يبتكر شي حاجة من عنده يقضي بها حتى يحن عليه الله في محسن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.